السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الجزء الثالث والأخير من المحاضرة الثانية عن الإميجين بامب. إن شاء الله سوف نقارن بعض الشركات، بعض الموديلات لبعض الشركات المصنعة، ونعرف بعض الأعطال الشائعة، وكذلك نعرف كيف نفحص ونصون الجهاز دوريا. أولا، بعض الأجهزة تحتوي على مواصفات هامة، مثل أن يؤمن الجهاز مرور محلولين مختلفين إلى جسم المريض. في بعض الأحيان يحتاج الدكتور إلى بعض مرور محلول ابتدائي أو ما يسمى بالبرايمري أو أساسي، وهناك أيضا يوجد محلول ثانوي يحتاجه الدكتور في بعض الأحيان. ممكن أن يكون نفس المحلول لكن بتركيزين مختلفين. هذه عمليات يعني يقوم الدكتور ب يعني يحتاجها احيانا، فلذلك لابد ان يدعم الجهاز خاصية البرايمري اند سكندري. اذا يجب المحلول البرايمري، يجب ان نضبط معدل تدفقه وكم مقدار الحجم المراد ادخاله الى جسم المريض. مثلا هنا ضبطنا 40 مللتر بير اور، والحجم المراد ادخاله الى جسم المريض 1000 مللتر، هذا بالنسبة للمحلول الأساسي. لكن المحلول الثانوي مثلا نضبط المعدل تدفق آخر، وكم الفوليوم الذي نحتاجه إلى إدخاله لجسم المريض. يتم عمل مثلا إدخال البرايمري ثم إدخال السكندري، إيقاف البرايمري وإدخال السكندري حسب المود أو حسب نمط تشغيل الجهاز الذي سوف أضبط يضبط عليها المستخدم تلك الخاصية. إذن هذه خاصية مهمة جدا لابد أن يدعمها الجهاز، وهي البرايمري والسكندري. خاصية أخرى كنا تكلمنا عليها في المحاضرة في الجزء الأول من المحاضرة، أنه يبقي أنه إذا عند حصول تخثر للدم في الوريد سوف ينسد الوريد ولا يدخل السائل إلى جسم المريض. كيف نؤمن مرور السائل إلى جسم المريض أو إلى الوريد بدون تخثر الدم؟ عن طريق إدخال السائل بفلوريت منخفض جدا، مما يضمن عدم تخثر السائل الدم في الوريد. هذه الخاصية تسمى بالكيب فين أوبن، أو ما يسمى أبقي الوريد مفتوح. إذن خاصيتين مهمتين سوف نتحدث عليهما في المقارنة التي سوف نقارن بين بعض الأجهزة. أهم الشركات المصنعة للإميجين بامب، التي من وجهة نظري أنها مشهورة جدا بعملها وبقوتها في السوق، هو جهاز ألماني يسمى أبوت، أسترالي ألاراس، أتوم ياباني، براون، باكستر سنغافوري، فريزينياس وغريسبي. كيف ممكن أن نقارن بين تلك الأجهزة؟ هنا الجهاز واخذ FDA clearance، واخذ شيء. لماذا؟ لأنه واخذ أكثر من اعتماد أمريكي، واخذ اعتماد أوروبي. أغلب مشاكل الجهاز مضخة السوائل، أولا كما تكلمت الآن أنه في الاي في سيت الذي أمامكم هنا. الاي في سيت يجب أن تكون مصنوعة من مادة مرنة ليست قاسية. هذه المادة تؤمن أن يتم ضغط البامب عليها وأن يتم دفع السائل خلالها بدون يعني أن يحصل مشكلة للموتور. عندما تتغير المساحة المقطع، تتغير المادة، تتغير أشياء كثيرة جدا في الاي في سيت، لن يعمل الموتور بشكل صحيح. فلذلك يوجد لدينا مشكلة، نجد في المستشفيات في بلداننا العربية الانفيجين بامب متوفر لكن لا يوجد اي في سيت، بسبب أن الشركة الأم قد تم إغلاقها، لا تصنع اي في سيت لذلك الجهاز، وهذه مشكلة كبيرة جدا. فيجب عند شرائك للجهاز أن تضمن أنه يوجد بشكل متوفر تلك الاي بي ست. بعض المشاكل المسجلة
هنا أمامكم مشاكل مسجلة بالFDA، منظمة الأغذية والأدوية الأمريكية، تتحدث ما هي المشاكل التي وصلت لهم بالإنفيجن بومب، وهذه أيضا موجودة في معظم الأجهزة. هنا يتكلم على السوفتوير، في مشاكل كثيرة في السوفتوير، الألارم أنه الجهاز هناك مشكلة لكن لا يصدر تنبيه. أيضا يتكلم على مشاكل متعلقة بالإنترفيس أو الهيومن فاكتور، أنه جهاز لا نعرف من أين نقوم بضبط الأوكلوجين. هنا يعني أشياء كثيرة جدا يعني تكون مشاكل في الجهاز الانفيجن بومب. لكن هنا أنا اخترت لكم جهاز جريسبي بريطاني، هذا هو التكنيكال سيرفيس مانوال الذي نصحت كل المهندسين لا يقوم فتح أي جهاز إلا والسيرفيس مانوال موجود له. في الجهاز الجريسبي هو من النوع الفولومتريك، يعني كما تكلمنا أنه ممكن يكون الجهاز فولومتريك، ممكن يكون سيرنج، هذا من نوع فولومتريك. هنا تروا في أحد الشباتر يتكلم عن المينتنس، ما هي الأشياء التي، ما هي الخطوات التي سوف يقوم بها، ما هي التيست أو الفحوصات التي سوف يقوم بها حتى يضمن عمل الجهاز بشكل رائع وصحيح. البريجر ميتر والحوض المتدرج وساعة التوقيت المنظمة الهواء، هذه لن تصل سعرها إلى $50 وتقوم بفحص كفاءة الجهاز. هنا في الشكل الذي أمامكم بعض المخرجات لجهاز فلوك، كما تروا أمامكم مثلا هنا الجهاز، يعني الجهاز يظهر أن الفلوريت، متوسط الفلوريت مقداره 70 مللتر بالأور، وهنا نرى أنه الفوليوم أو الحجم الذي قمت بإدخاله 15 مللتر، والزمن هذا خلال زمن 13 منت و40 ثانية. هذا الجهاز يوضح كم مقدار الفلوريت الذي طلع من الجهاز. القيمة هذه 70 أقوم بمقارنتها بما يظهره جهاز الانفيجن بومب، فأعرف هل الجهاز فعليا يظهر لي 70. لو أظهر لي 70 معناته أوكي الجهاز يعمل بكفاءة عالية، لكن للأسف لو كان الجهاز يظهر لي رقم أعلى وأقل من 70 فأعرف أن هناك مشكلة معينة في الجهاز، ممكن تكون في البريجر سنسور، ممكن في الفلوريد، ممكن تكون في أي مشكلة معينة. كما نرى أمامنا بالنسبة للأوكلوجين تايم حسب نوع الفلوريت، مثلا لو ضغطت الجهاز على 1 مللتر بالأور، متى المفترض ماكسيمم تايم تو ألار، يعني ما هو الزمن الذي سوف يعطيني فيه تنبيه. نرى أنه المفترض أنه يعطيني الجهاز ألار بعد 11 منت. طيب، وبالنسبة لو كان الفلوريت عالي فإن المفترض يعطيني الجهاز ألارم مثلا بعد 15 سكند أو ممكن يكون بعد 2 منت، هذا بالنسبة لو كان الضغط مرتفع، وهذا لو كان الضغط منخفض. ما معنى الضغط منخفض؟ أنه أقل من 100 مليلتر زئبقي أو أعلى من 500 مليمتر زئبقي، هذا معناته. في نفس الجهاز الذي تكلمنا عليه قبل قليل، جهاز جريسبي، يوجد تشيك ليست معناتها أنه تقوم بتسجيل كم التاريخ الذي قمت فحص الجهاز فيه، ما هو نوعه، ما الموديل، وسيريال نمبر كما الرقم التسلسلي للجهاز، وتست باي يعني من الذي قام بفحص الجهاز، تقوم بعمل صح أو خطأ، ما هو الشيء الذي لم يعمل الجهاز به بشكل سليم أو بشكل يعني مثلا تشوف الباور، تشوف LCD، الكيباد، تشوف الدور اوبننج واللودينج والفالف تبع البريجر، تشوف الأشياء كثير جدا لازم تشيك عليها أنه شفتها دوريا أم لا. شكرا لمتابعتكم إن شاء الله.